ريست ان بيس يا حبيبتي. انا مش فاهم يعني ايه عايزه تبيتي راجل في اوضتك؟ احنا هنهزر؟ اولا ده مش راجل. الله يكرم اصلك. دي موميا. سنان بقى ده كنز. والله ما بعرف ارد على الكلام الحلو ده. المعلومات اللي هطلع بيها منه ينفع اكتب بيها كتاب بيحكي التاريخ من حد شافه وعاشه. ثالثا بقى انت مالك اصلا؟ انت نسيت نفسك ولا ايه يا عثمان؟ لا ده ليه ما نسيتش نفسي ولا حاجه، بس يرضيك يعني يتقال عليا بشتغل مع واحده لا مؤاخذه يعني بتبيت رجاله في اوضتها. ما تقول حاجه يا مملكه. كتاب تاريخي يا ابني اللي عايزين اكتبه، هي خطف حسنين هيكل؟ ايه رونتو، انا مركز في حاجه تانية اهم. على فكره بقى انا مش باخد رايك. هتحور هيبات معايا ليه؟ هيبات معايا. هيبات معايا انا يا دالي. لا هيبات معايا انا يا عثمان. لا معاك ولا معاها، انا راجل عندي 7000 سنه، محتاج حد من سني. انا هركن هنا. لا 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 لا. تركن فين؟ بص يا حبيبي، انا سايبك عمال تتكرع من الصبح، لكن لحد هنا واتقل بقى. انا سامع حاجه بتتكلم. والحاجه اللي بتتكلم يا حبيبي بتبلغك. المثل بيقول اكرام الميت دفنه، وانت انا مش ميت بس، ده انت ميت ومتحنط، فما تخليش اعملها معاك. لا لا اهدى بقى يا عم، سيبني بقى. رايح حرمه الميت. طب يا عم طالما ميت يبقى اكرام الميت دفنه. الكلام حلو بس الكلام عايز رجاله، والرجاله لابسه جزمه، وبكره يبقى في منشطة في الجورنال بيقول دكتور يدبح موميا. قصدك ضبط موميا مع دكتور في وضع مخل بالاقصر. وفي موميا قصيره يا لا تعرف تعمل اوضاع مخله؟ في موميا قصيره اصلا؟ اه تظهر مالكش في القصيرين. طب قابل بقى، وسع انت يا عم سلطان عشان ما يجيش فيك. ايه هتعمل ايه؟ سيبه وسع إيه؟ عشان ما تتلطش. ورينا يعمل ايه. انه انا الملك حتحور، ملك الملوك الامور، أصب غضبي على هذا الفرفور الذي يظن أنه عايش في الدور. هات آخرك يا عم الأمور. فليسخط حجم الصرصور. لا 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 ليه 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 لا لا وحياتي أبوك ما تعمل كده. وحياتي أبوك ما تعمل كده ليه؟ أنا فخور بصوا لبعض كتير، ما تتصرفوا.